تستهدف شريحة الأطفال في الصفوف الرابع والخامس والسادس، طبعا لتعزيز مواهب الطفل في مختلف أنواع الإعلام وحملها على الخلق والإبداع. إقامة هذه الورشات بشكل مستمر، سعدنا جدا بإقامة هذه الدورة للرفاق الطليعيين بشكل عام، وبخصوصا لدورة الإعلام الصغير، فريق الإعلام الصغير حافز كبير لصقل شخصية أطفالنا وخصوصا في هذه المرحلة. 6 أقسام في عنا عرفنا الأطفال فيهم، إن شاء الله يعني ما شاء الله إجانا في إقبال منيح على هاي على قسم الإعلام. أنا بدي أكون مراسلة لأني حبيت هاي المهنة، بحب إني أكون مذيعة لنقل كلمة الحق، بحب هاي الدورة مشان بس أكبر أصير إعلامي وأنقل الخبر بشكل صحيح.